أخبار البيتكوين والعملات الرقمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. فيكتريد، منصة التداول التي أطلقتها شركة SBI Holdings اليابانية، قد أعلنت قبولها لإيداعات البيتكوين والإثيريوم والريبل. ارتفاع سعر البيتكوين لما فوق 4000 دولار أمريكي مع تغيرين هامين في الشبكة، هبوط عدد المعدنين على الشبكة وانخفاض عدد عقد البيتكوين المتاحة. بيّنت إحصائية من شركة DataLight أنه في عام 2018 وسطياً كانت تركب 6 صرافات للعملات الرقمية في اليوم الواحد. تم تقديم مسودة قانون في الكونغرس الأمريكي لعرقلة الجهود الإيرانية بإنشاء عملة رقمية ذات سيادة. في هذا الأسبوع كسبت عملة بيتكوين كاش ما يقارب 140%، مما يجعلها سادس أكثر عملة متداولا فيها هذا الأسبوع. وننتقل الآن إلى أخبار العملات الرقمية من قناة البيتكوين بالعربي. قدم بنك إسرائيل المركزي طلبا رسميا للحصول على معلومات بشأن تقنية السجل المشترك. اتهمت بيتهم، منصة التداول الكورية، بأنها قد زيفت حجم التداول على مر عام 2018. تم تعدين أكثر من 90% من مخزون عملة مونيرو، وهذا يعني أنه لم يتبقى سوى 10% من مكافآت التعدين. أصبح المدير التنفيذي لكوين بيس براين أرمسترونغ أول متداول رقمي ينضم إلى البرنامج الخيري The Giving Pledge الذي أسسه بيل غيتس ووارن بافيت. أتاحت منصة التداول الصينية بيت فينيكس التجارة الهامشية لعملة تيثر. وإليكم الآن النشرة اليومية للعملات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً حتى الساعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. كان هذا كل شيء حتى الساعة. ابقوا معنا على قناة البيتكوين بالعربي لمزيد من الأخبار ومزيد من الفيديوهات التعليمية المجانية.